وما احلى الانتصار بعد الانتظار. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم وحلقه الاثنين من ملك وكتابه. ما اجمل الانتصار بعد الانتظار، وما اجمل التهنئه وسط الافراح. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه، الله يخليك. كل سنه وانت اهلاوي. الحمد لله. اجمل تهنئه قريتها لك على الفيسبوك من صديقنا العزيز احمد الشيخ. قال لك المهندس عادل القيعي، كل سنه وانت اهلاوي. ايوه، كل ده الحقيقه كتر خيرهم. يعني انا الحقيقه وكاني بدات يعني على كبر يحتفل بعيد ميلادي. يعني الدفء اللي بشعره من الزملاء والاصدقاء، تلقيت مكالمات كثيره جدا. الاستاذ محمد سيف كان حريص جدا يقول لي كل سنه طيب، يعني شيء جميل يعني، وضحك وقال لي. والاستاذ عمرو وهبي، يعني اصدقاء زملكاويه كانوا حريصين جدا ان احنا نتبادل المشاعر ونتبادل الود. وانا يعني نقيت النموذجين دول من وسط يعني يمكن قرابه 100 نموذج النهارده، عشان اؤكد على معنى واحد بس يا استاذ ابراهيم، أن الحياة أجمل أوي مما نفعل بها. من المؤكد الحياة أجمل، ومن المؤكد أن المهندس عادل القيعي يستحق كل التهاني، يستحق كل أطيب التحيات وأطيب الأمنيات بحياة سعيدة إن شاء الله. وأنا أعتقد تهنئة صديقنا العزيز أحمد الشيخ له، كل سنة وأنت أهلاوي، يعني كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت سعيد، كل سنة وأنت فخور، كل سنة وأنت حامي حمى النادي الأهلي، كل سنة وأنت في قلب ووجدان كل الأهلوية. نشوف في هذا التقرير المهندس عادل القيعي. الثعلب، مهندس الصفقات، رجل الأهلي الأمين. المناسبة عيد ميلاده السعيد. ألقاب كثيرة يستحقها المهندس محمد عدلي محمود رياضي القيعي، هو أحد أشهر الأسماء الكبيرة داخل قلعة النادي الأهلي منذ عقود مضت. هو الاسم الكبير الذي ارتبط بالكثير والكثير من النجاحات بتقلده العديد من المناصب والعمل مع العظماء والرموز، ليكون واحدا من الشخصيات المهمة في سجلات وتاريخ النادي الأهلي. القيعي عمل مع العظيم الراحل صالح سليم مديرا للنادي لأكثر من 8 سنوات، مع الكابتن عبد صالح الوحش لفترة طويلة كرئيس لجهازي كرة اليد وتنس الطاولة، فضلا عن عمله مع حسن حمدي في المجلس السابق كمدير للتسويق. توهج وأبدع القيعي في إبرام العديد من الصفقات الشهيرة للنادي الأهلي، حول دفة الكثير من النجوم لبوصلة قلعة الجزيرة حتى لقب بمهندس الصفقات. هو أحد أفراد أسرة القيعي بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية. هو الذي التحق بعد ذلك بكلية الزراعة جامعة القاهرة مع نجمي الفن عادل إمام وصلاح السعداني. رغم تألق المهندس القيعي في مجالات متعددة، إلا أنه لم ينسى نصيبه من الإعلام، فشارك في تأسيس مجلة النادي الأهلي، بل هو صاحب الفكرة كأول مجلة متخصصة تصدر عن نادي المصري في مصر مارس 1974. القيعي الذي يذوب عشقا في النادي الأهلي، هو صاحب سيرة ذاتية تحتاج لمؤلفات. ربما لا توجد لعبة أو مكان في النادي إلا وكان للقيعي بصمة ودور وحكاية. فهو مدير جهاز تنس الطاولة في الفترة من عام 65 إلى 76، هو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من 76 إلى 80، هو المشرف العام على النشاط الرياضي للنادي في الفترة من 85 إلى 87، هو مدير جهاز كرة اليد في مهمة بناء فريق جديد في الفترة من 88 إلى 90، هو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في مجلس الإنقاذ عام 91 و92، هو مدير عام النادي الأهلي والمتحدث الرسمي في الفترة من 93 إلى 98،
هو أول من أنشأ إدارة للتسويق والاستثمار الرياضي في مصر عام 2001 بهدف تحويل النادي إلى شركة على غرار الأندية الكبرى في العالم. هو صاحب فكرة إنشاء قناة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وهو الآن أحد أهم مقدمي البرامج فيها مع إبراهيم المنيسي في برنامج ملك وكتابة. متعك الله بموفور الصحة والعافية، أطال الله في عمرك، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس. كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت الحقيقة أنا في صور مش موجودة عندي. أقل كلمة من فريق الإعداد ومن كل الزملاء في البرنامج إن هم يقولوا لك كل سنة وانت طيب، وكان نفسهم فعلا يحولوها لاحتفالية كبيرة. لا لا، بس التوقيت التأخير أو الوقت المتأخر. كويس. وعلى فكرة من أكثر السنوات اللي تم الاحتفال بعيد ميلادي. كم المكالمات والسوشيال ميديا بقى عملت دور مهم في أولادنا وأخواتنا وحبايبنا، كاتبين كلام يعني لو عمري كله تقضى عشان أسمع كلمتين دول في الآخر يكفيني يعني. قالت كتير لفارس، وقالت لكريم رزق الله، وكلهم الحياة بمشاعرهم متفيد حبا وتقديرا لأنك تستحق. ما اتشرفتش فيها قبل كده برضو، كاتبين كلام يعني. الحقيقة يعني الواحد يشعر أن عمره لم يذهب سدى في النادي الأهلي، بالعكس خدت أكثر مما أستحق والحمد لله. قريت كلام محمد مصطفى ولا ما قريتوش؟ اهو بيقول لي يعني ما قراش اللي انا كتبته. لا طبعا محمد مصطفى ده محمد ده، انا بقرا لك الكلام الفارغ مش عارف ده. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. كتابته حلوه قوي على فكره. صحيح. سالنا بعض الاعضاء او كبار الاعضاء في النادي الاهلي تقولوا ايه للمهندس عادل القيعي كمان في عيد ميلاده. نشوف كلامه. كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله يا رب دايما كده تبقى حائط صد للنادي الأهلي. دايما إحنا الأهلي يعني بيستمد قوته من القيادات اللي فيه، وكابتن عادل القيعي يعني أعلى من أعلام النادي الأهلي. كل سنة وهو طيب والنادي الأهلي طيب، وده رمز وده شيء كبير حجبه من حجب النادي الأهلي، ونقول له دايما وأبدا أنت كبير وما يهمكش أي حد يقول عليك حاجة. الشجرة المثمرة هي التي دايما بتكون مستهدفة. كل سنة وطيب كابتن عدلي، وربنا بديك الصحة وطول العمر، ودايما تمتعنا بحديثك الجميل المشوق في برنامج ملك وكتاب. كل سنة وحضرتك طيب وبخير، ودايما موجود معانا، ومن الشخصيات المرموقة المحترمة، وذو فكر خاص وذو رأي خاص، عنده فلسفة كده في الحياة وفلسفة في رأيه، وليه نسبة مشاهدة عالية جدا، ولكن بتسبب له مشاكل عشان صريح زيادة على اللزوم، فبقول له خد بالك من نفسك شوية. طبعا احنا بنقول له كل سنة طيب قبل أي حاجة. هو طبعا من الناس اللي ناجحين جدا في النادي الأهلي من زمان قوي، يعني من أيام كابتن حسن حمدي. طبعا الصفقات بدأت ترجع تاني زي الأول، مش هننسى طبعا دور كبير بتاعه اللي بيعمله في النادي من ساعة ما رجع تاني، ومن طبعا وبقى إعلاميا بقى حد كويس جدا. باشمهندس عادل القيعي بنقول له كل سنة وهو طيب، وإن شاء الله في المزيد في القادم يعني أنا يبقى أفضل إن شاء الله. صباح الخير طيب يا كابتن عادلي، وإن شاء الله كده تبقى معنا كل سنة، وعلى طول تدافع كده عن النادي الأهلي وتجيب حقه. ويعني إحنا شفنا صفقاتك لما أنت رجعت تاني، صفقات الأهلي رجع ورجع مكان الأهلي رجع تاني. وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن، وعايز أقول لك أنت ملك الصفقات في مصر، وبتمنى حضرتك التوفيق في كل حاجة، وإن شاء الله تفضل مع النادي على طول. كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله عقبال 100 سنة ومزيد في الصفقات والتقدم إعلاميا إن شاء الله فنيا، ونحتفل مع بعض السنة الجاية بعيد ميلادك بأفريقيا إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب كابتن عادلي القيعي، ملك الصفقات مفيش كلام. باشمهندس اكيد في صور معينه استوقفتك في التقرير. انا في صور مش موجوده عندي. يعني الصوره في مركب الصيد دي كنا في شرم الشيخ في بدايه التسعينات. ودي مع المهندس سيد مرعي. والاستاذ سعيد حشمت كان رئيس جهاز الرياضه. وكنا طالعين في رحله صيد. والحقيقه هي دي
هي دي ده احنا واحنا طالعين لسه ما مشيناش 30 متر راحت السناره غمزه وطلعنا سمكه نادره اسمها حصان ملونه كده تطلع بره تبيض على طول. السمكه دي زي قعدنا في البحر يمكن بيتنا او رجعنا متاخر ما صدناش غيرها يعني واحنا طالعين. فالمهندس سيد مروي قال خلاص هي دي اكلكم انتوا حرين تجيبوا غيرها تاكلوا هي دي اللي هو ده رزقكم الواحد. فالحقيقه كان يوم ممتع جدا وناس عظيمه ومتواضعه. فالصوره دي تستوقفني تماما يعني. كان في صوره وانت بتغرس شجره ده كان واحنا بنجهز لافتتاح اهل مدينه نصر. وانا استوحيت الفكره من شجره كانوا مسمينها شجره نفيسة الغمراوي ورحمة الله عليهم وعمين عمواه رحمة الله عليهم. وتحولت إلى من أهم الأشجار في حديقة الخالدين في النادي. هي شجرة متوسطة بالزبط. في الجنينة وبضلها كبير جدا وكل واحد يعني تحولت إلى مقام كل واحد توفاه الله يوصي إنه يحط اسمه على الشجرة. فأنا قلت أحسن حاجة تخلي الناس ترتبط بناديها إنها في يوم من الأيام تزرع شجرة وما تيجي بعد 20 سنة تقول أنا اللي زرعت الشجرة دي بتاعتي. كان وجهة نظري كده. فكنت بجيب الأطفال وولادي يجون معايا كل واحد فيهم زرع شجرة في مدينة نصر. وأنا ابتديت طبعا عشان الناس يعني تتحمس إنها يعني مش مسألة فكرة إنك توسخ هدومك بالتراب ولا حاجة إنما فكرة فلسفة إنك تزرع شجرة داخل النادي الأهلي تقابلك بعد كده بعد سنين عمرك وتقول لك انت اللي زرعتني. طيب انت الحقيقه زرعت كتير قوي. زرعت كتير للنادي الاهلي من الخير ومن الشجر ومن كل ما هو اثمر الكثير من ثمار يافعه ونافعه للنادي الاهلي.